دلوقتي عايزين نعمل بقى بسكوت للولاد سريع كده ما يغلبناش في الاخر النتيجه تطلع مرضيه جدا. محتاج 450 جرام من الدقيق، يعني 3 كوبايات من الدقيق، ويفضل يكون دقيق اللي هنعمل بيه البسكوت يكون دقيق كحك وبسكويت. يعني لما اروح اشتري الدقيق كده في الاول اقول انا عايز دقيق بتاع الكحك والبسكويت، بعد كده قلنا نص كيلو من الدقيق او 450 و3 كوبايات، يعني كوبايه من الزبده بيضه، كوبايه سكر بودره، 2 معلقه كبيره من اللبن البودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الفانيليا، ورشه ملح. حط بقى رشه الملح الاول كده عشان ما انساش، لان رشه الملح على البسكوتات تديني عرق بسيط كده في العجينه فبتظبط لي العجينه قوي. طيب بعد كده هعمل، حطيت كده الدقيق، ادي البيكنج باودر بتاعي، وادي اللبن البودره. من اللبن البودره هنا اختياري، ممكن استغنى عنه، بس انا بما ان انا عامل حاجه للولاد يعني فعايز فيها طاقه وفيتامينات اكتر يعني. واقلب بقى دول مع بعض. بعد كده هيبقى عندي السكر البودره والزبده. طب البسكوت عشان يبقى ناجح معاكي قوي هتعملي ايه؟ تجيبي العجان او المضرب، على سلاح المضرب بالعجان او المضرب الكهرباء لو موجود، وبعد كده هحط الزبده، والزبده لازم تكون طريه كده مع السكر البودره، وعليهم رشة الفانيليا، واشغل بقى المضرب بتاعي يقلب دول مع بعض، واول ما هيبقى عاملين زي الكريمة هنزل عليهم ايه بالبيضة واكمل ضربه. شغل كده واضرب دول وانا بقلب الدقيق بتاعي. بعد ما ضربت الزبده مع السكر وخلاص السكر داب وبقت عامله بالقوام الكريمي اللي قدامي ده، اقوم جايب بقى اسباتول واقوم منزل الزبده. بصوا طريه خالص اهي، بصوا عامله زي الكريمه. بعد كده هاخد البيضه واقوم حاططها معاهم كده، واقوم واخد شويه من الدقيق، وابتدي انزل بقى بالدقيق واحده واحده. هنا بقى البسكوت بتاعنا لما بنعوز البسكوت بتاعنا ناشف بنضربه في بعد ما نحط الدقيق على الزبده والبيض، لما نضربه كتير البسكوت هيطلع ناشف قوي. على حسب بقى ما انت عايزه البسكوت ناشف هتشغلي ان هو يتضرب كتير. احنا ممكن نضربهم بس مع بعض، وده كده البسكوت هيبقى بتاعنا طري شويه ما بقاش ناشف قوي، ولو سبناهم واتضربوا كتير هنلاقي البسكوت بتاعنا هيطلع ناشف. دي برده معلومه من الناس بتقول لك البسكوت طلع ناشف قوي، ما ناشف قوي عشان حضرتك ضربتيه كتير مع الزبده والبيض. ممكن انزل بشويه كده واقلب وارجع ازود الباقيين واقلب تاني عشان يتمزج معاهم كويس يعني، بس على سرعه هاديه يعني. حطيت كده انا الدقيق بتاعي، انزل بقى ببقيه الكميه عشان كله بقى يتعجن مره واحده عشان ما يطلعش البسكوت ناشف مني قوي، وهبتدي بقى اشغل كده على السرعه الهاديه لحد ما يتقلب كله، وبعد كده بقى نشكل شكل البسكويت السريع. ان عملناه بطريقه سريعه وسهله، عايزين نعمل شكل حلو بقى وسهل برده ويطلع معانا مظبوط قوي. قلب بقى دول كويس، خلاص بقى العجينه بقت قدامي بالشكل ده. بصوا بتبقى عامله زي الكريمه ازاي، ادي شكل العجينه بتاعتي. نزل بقى كل العجينه من العجان هنا عشان ابتدي اشتغل بيها، ولو لقيت العجينه معاكي طريه قوي ممكن نحطها في بوله وندخلها الثلاجه، نغطيها وندخلها الثلاجه 5 دقائق هتلاقيها شدت معاكي قوي. يعني لو كانت الزبده طريه قوي ولقيتيها سايحه معاكي هتسيبي العجينه 10 دقائق في الثلاجه وبعد كده تكملي شغل بيها، هتلاقي مسكت قوي لان الزبده طبعا لما بتسقع يعني بتمسك. بعد كده هاخد بقى حته من العجينه واحده واحده كده اهي، وهنا ممكن ادي صاج زيت او ممكن ما ادهنوش على حسب، او زبده يعني على حسب ما انا عايز. بعد كده هاخد بقى الكوره، عايزين نعمل شكل سريع كده ولطيف يبقى شكله كويس. هاخد كوره على ايدي واقوم عاملها كده واقوم حاططها فين؟ في النص مثلا على الجنب هنا. نفس خلينا بقى كلهم قد بعض، ولازم تعملي حساب برده ان البسكويت بتاعنا برده لما بيخش الفرن ويستوي بيفرش وهو ما بياخدش وقت كبير في التسويه، فاحنا ايه
نحط مثلا كذا واحده جنب بعض ونعمل مساحه ان هو لما يفرد يبقى فيه ان هو ما يلزقوش بعض ويطلع كلهم ماسكين في بعض. اهم حاجه الكور دي اللي يعملها يعملها ايه كلها مقاس واحد. بعد كده بقى محتاج شوكه. واقوم واخد الشوكه بتاعتي كده واقوم رايح على البسكوتات وعامل عليها بالشكل ده. بعد كده تكملي كل الصاج ودرجه حراره الفرن على كام؟ على 170. يبقى لازم الفرن بتاعنا يكون شغال على درجه حراره 170 عشان ندخل البسكوت عليه، تبقى البسكوت بتاعنا وحراره الفرن لازم يكون مظبوط. كمل بقى كله وبعد كده ناخد الخطوه الثانيه اللي هي على الفرن. خلصت كده كل البسكوت بتاعي، نفس الموضوع بقى الشوكه. طب الشكل الدايره مش متظبط قوي، الفرن هيخلي لك الدايره دي تبقى مظبوطه قوي وهي بتستوي. هنا درجه حراره 170 من 12 ل 15 دقيقه بحد اقصى البسكوت بتاعنا هيستوي. هندخل دي بقى الفرن ونستنى ال 12 13 دقيقه ونرجع نشوف البسكوت السريع بتاعنا هيبقى شكله حلو ولا كده. كده 13 دقيقه، تعالوا نفتح بقى الفرن بتاعنا ونطلع البسكوت السريع بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي كده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما استوى، هيطلع معاكي بالشكل ده. هتسيبيه بقى يبرد وبعد كده تقدميه عشان برضو البسكوت لازم يتقدم وهو بارد عشان ما يكسرش مننا بسرعه. ده كده الشكل البسكوت بتاعنا بعد ما عملناه. 3 كوبايات دقيق مندي الخاص بالبسكويت، كوبايه زبده بيضه، كوبايه سكر بودره، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقه صغيره من البيكنج بودر، نص معلقه صغيره من الفانيليا ورشه ملح.